رسالة مهمة من فضيلة العالم الجليل عبد الغني القاسمي من علماء الجزائر لمشايخ التبليغ خصوصي أهل السنة الأشاعرة والماتريدي وسليمان العايدي، والله تعالى هو الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا علمنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فتدخلنا هنا سوف يكون عبارة عن جلسة قصيرة، ونحاول أن تكون قصيرة قدر المستطاع لأن وقت العصر قد قرب عندنا في الجزائر. وبالمناسبة المتكلم عبد الغني القاسمي الجزائري، وسوف أتكلم بلساني الخاص يعني وعلى قناعتي الخاصة، يعني لا أمثل أي أحد، أمثل نفسي فقط. سوف يكون الكلام حول ما يحدث بين إخواننا وأحبابنا في الأردن، بين الشيخ سليمان العايدي من جهة وبعض القدماء والمشايخ والعلماء من جهة أخرى. وهذا الخلاف قد استفحل وذاع صيته حتى خارج الأردن وللأسف، وكثرت فيه الشخصنة للأسف شديد يعني. وقد تواصلت مع بعضهم، مع بعض المعنيين بهذا الخلاف، وأيضا تواصلت مع الشيخ سليمان أيضا، وتم هذا التواصل ولله الحمد يعني سلبا وإيجابا يعني. وكنت أتابع الدروس التي كان يلقيها ويذيعها الشيخ سليمان عبر قناته وصفحته، وكانت دروس متنوعة ونفعية نافعة يعني. وكان يحسن في جلها التأصيل، ويحسن التفريع، ويحسن أيضا تخريج المسائل من أصولها ومن كلياتها، وهذا نادر حقيقة، نادر هذه الأيام. وهذا يدل على أنه كان تكوينه الشرعي كان مؤصلا يعني، وليس صحفيا. المهم، بعض تلك الدروس التي كان يذيعها الشيخ حفظه الله كانت عبارة عن ردود على بعض الطاعنين في هذه في جهد التبليغ، في طاعنين فينا، وأيضا الطاعنين في جمهور علماء الأمة. ولكن وأيضا نشير على أنه كان مصيبا في تأصيلاته وفي رده على هؤلاء الطاعنين، كان مصيبا في رده وردودته. ولكن كان عندي شيء من الاستدراك إن صح التعبير حول الأسلوب، لأني كنت أظن على أن ذلك الأسلوب في رده على الطاعنين سوف يكون مكسبا ذاتيا، ولكنه على حساب الجماعة. وأظن هذا الذي أجج الجماعة ضده. ولكن الذي أردت أن أقوله في هذا المنبر، على أن الشيخ سليمان كان يرد على ويدافع عن جمهور علماء الأمة، فقد ظن كثير من الأحباب على أنه صراع ما بين الشيخ سليمان وبعض أفراد السلفية المعاصرة، وهذا خطأ في التصور. هذا صراع ما بين جمهور الأمة وما بين السلفية المعاصرة، وكان الشيخ سليمان
يتكلم بلسان جمهور الأمة، لأن هذه السلفية المعاصرة في عمومها وحتى في عمومها قد طعنوا في جمهور الأمة، طعنوا في الإمام النووي والإمام ابن حجر والحافظ ابن حجر وابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام وأيضا أبي الحسن الأشعري وغيرهم من أئمة الإسلام وفقهاء الأمصار، قد طعنوا فيهم على أنهم أشاعرة، وحتى أصبحت كلمة الأشاعرة مذمة، لأن هذه المدرسة مدرسة السلفية قد يعني فرضوا على هذه الأمة بعض الأفكار حتى أصبحت أصولا للشريعة. عندما نسمع من 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 أحدهم يقول على أن فلان أشعري، فأصبح حتى من 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 بعض أفراد الجماعة ينظر لذلك الشخص الذي قيل فيها أنه أشعري ينظر على أنه مذمة. وبعض الأحباب أرادوا أن يدافعوا عن شيخ إلياس رحمه الله على أنه لم يكن صوفيا ولم يكن ماتريديا، هذه ليست مذمة، هذه مدارس في التزكية الأولى في التزكية والثانية في 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 في, في مدرسة عقدية. فهناك علماء كبار كانوا ماتريديا وكانوا حنفية، لهذا هذه المغالطة التي وقع فيها بعض الأحباب على أنهم تشبعوا بالفكر السلفي وأصبحوا ينظرون بمنظور سلفي معاصر اقتصاديا إلى الأمور، وقد شربت أو شربت السلفية المعاصرة بعض أفراد الجماعة، وهذا بسبب الضعف التكوين الشرعي، لأن الداعي لابد أن يتكون شرعيا قبل أن يكون داعيا، قبل أن يكون داعيا السلاح الوحيد للدفاع عن الدين هو التحصيل الشرعي المتين المؤصل. لهذا الصراع الذي حدث ما بين الشيخ سليمان وبين أفراد من السلفية المعاصرة هو صراع ما بين جمهور الأمة وجمهور علماء الأمة وما بين السلفية المعاصرة، مدرسة السلفية المعاصرة. وكان الشيخ سليمان يتكلم بلسان جمهور علماء الأمة، لا نظن على أنه كان يتكلم بلسان حاله. وأيضا أردت أن أنبه على أمر وقد أشرته إليه، على أنه حتى ندير ونحسن حتى نحسن إدارة هذا الخلاف لابد أن نتسلح بالسلاح الشرعي والميزان الشرعي. الميزان الشرعي هو الكفيل الوحيد حتى نقول بالعدل ونقول بالعلم. خارج هذا الميزان الشرعي العدل والعلم يكون بعيدا عنا. وفي الأخير أنبه لكلام قاله الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال لابد أن تكون مع الإنسان أصول كلية، لابد أن تكون مع الإنسان أصول كلية يرجع إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. نعيد، قال لابد أن تكون مع الإنسان أصول كلية يرجع إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. اثنين، علم وعدل، لأن العلم وحده لا يكفي والعدل لا وحده لا يكفي، لابد من علم وعدل. قد يتكلم بعلم ولكن ليس بعدل، لابد من هذا. ثم قال ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت،
لا يمكن له أو للمتكلم أن يعرف تلك الجزئيات كيف وقعت إلا برد الجزئيات إلى الكليات، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم في المجموع، هذا في كتاب المجموع. إذن من خلال هذا الكلام نعرف وندرك على أن هذه الجزئيات ومن بينها هذا الخلاف، إذا أردنا أن نحسن التصرف فيه لابد أن نرجع إلى الشريعة، نخرج من النمط الحزبي إلى النمط الشرعي. هذا هو المشكل عندنا، نحن نعيش أزمة ذهنيات، نظن على أن هذا الجهد بنظامه الإداري هو الدين كله، هو الدين كله عقيدة وعمل. هذا الجهد عبارة عن مدرسة لا عصمة لها. قد يقول قائل على أن هذا الجهد مبني على الكتاب والسنة، نقول نعم، ما من عمل في هذا الجهد المبارك إلا وله دليله، ولكن الدليل بمفهومه الأصولي، أي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلب خبري. هذا هو تعريف الدليل، قد يكون دليلا جزئيا وقد يكون دليلا كليا. فما من عمل في هذا الجهد المبارك إلا وله دليله، إلا وله دليله. ولكن هذا لا يعني أن تصرفاتنا وتفكيرنا يكون معصوما. مثلا نحن كمالكية، المالكية من بينهم الإمام مالك وغيره من الأئمة، قد بنوا أحكامهم على أصول وعلى مراجع. تلك الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا القدر المتفق عليه بين جميع أئمة الإسلام. والكتاب والسنة والإجماع مقطوع فيه ومعصوم، وحتى قالوا على أن القياس الجلي يكون حكمه ينتج حكما مقطوعا فيه. لكن هل كل ما أنتج واستخرجه المالكية من هذه الأصول المعصومة، تلك الأحكام وتلك الفروع نحكم بها عليها بالعصمة؟ لا، نقول لا. هناك هذا يعود إلى منهج الاستدلالي ومنهج نظري في معرفة الأحكام، وهذا الإنتاج ومنتوج تلك الفروع يكون على غلبة الظن وإن كانت أصولها مقطوعة فيها ومعصومة. وهكذا في هذا العمل، هذا العمل أصوله قطعية وصحيحة وثابتة، ولكن نحن لسنا بمعصومين. وزد على ذلك على أننا لابد علينا من مراجعات، من بين المراجعات أن المسائل الخلافية لابد أن نعالج تلك المسائل الخلافية، وكل خلاف نعالجه وفق القانون والميزان الشرعي. هذا الذي حان الوقت العصر، هذا الذي أردت من خلال هذا التدخل، هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.